السلام عليكم. اليوم غادي نصاوب واحد الوصفة ديال كيجو خبيزات معمرين بالدجاج، والشكل ديالهم كيجي زوين وعجينة خفيفة. الوغ غادي نحتاجو العجينة لي تقريبا 250 غرام تاع الدقيق، يعني واحد الزلافة، كاس صغير تاع الماء يكون دافي، معلقة تاع الحليب غبرة، معلقة تاع الزبدة، معلقة تاع خميرة الخبز تكون معلقة صغيرة درت، هنايا عندي معلقة وسي صغيرة، معلقة صغيرة ديال السنيدة، وبطبيعة الحال الملحة. الوغ باش غادي نبداو، غادي نبداو بالماء هو الأول، غادي نزيدو فيه السنيدة هكا، خاصو يكون شوية دافي، وتقدروا تعوضوا حتى بالحليب، وغنزيدو عليه الخميرة بحال هكا. غادي نحركوهم أب، وغادي نخلوهم دابا يطلعوا شويه، وغادي نزيدوهم في العجينه من بعد. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا العجينه. غادي نديرو الدقيق ديالنا في الروبو، الا ما كانش الروبو ديرو في شي هكا قصريه ولا شي حاجه. غنزيدو عليه الحليب غبره، غنزيدو الزبده حتى هي فوالا، وغادي نبداو نعجنو هاد الشي بشويه بشويه. والملحه، نسيت الملحه، حتى هي خاصنا نزيدوها. هاد العجينه كتجي رطبه، ما كتجيش قاسحه، حنتاش فيها الزبده، فيها الحليب غبره فوالا. غادي نزيدو واحد المعلقه ديال الزيت البلديه فوالا، ونكملو هادشي في العجينه. ها هي دابا العجينه تجمعات كيف ما كتشوفوا، رطبه ما كتجيش قاسحه. دابا ملي تجمعت لينا العجينه هي ما كتشدش الوقت بزاف، غادي نغطوها وغادي نخلوها تخمر، واللي من بعد غادي نعاودو نهزوها باش نديرو فيها العماره. ودابا غادي ندوزو نصوبو العماره ديالتها. دابا غادي نبدا نصاوب في الحشوه. الحشوه غادي نحتاجو ليها صدر تاع الدجاج. لهاد العجينه اللي درنا غادي نحتاجو غير واحد ماشي جوج. انا غادي ندير الحشوه مضوبله باش تبقى ليا ونقدر نديرها في الكونجيلاتور ملي نبغي نصاوب شي حاجه اخرى نلقاها عندي واجده. الو غادي نحتاج صدر تاع الدجاج، الفرماج غابي، الزيتون هاكا مدور، شويه القزبر والمعدنوس مقطعين، هنا عندنا نص بصله مقطعه رقيقه، الخرقوم، التحميره، البزار، وبطبيعه الحال الملحه. دابا غادي نبدا نصاوب فيهم وندوزو للطريقه. دابا درت العافيه هنايا تسخن، غادي نزيد عليها البصله اللي قطعت رقيقه، وغادي نزيد عليها الدجاج قطعته هكا مربعات صغار، خاصنا نقطعو مربعات صغار. دابا غادي ملي الدجاج بدا كيطيب لينا بحال هاد الشكل، غادي نزيدو فيه العطريه. درنا لينا سكينج، ماشي سكينجبير، خرقوم، شويه تاع التحميره، شويه تاع الابزار، قزبر ومعدنوس اللي قطعناه قاق، والزيتون مقطع غونديل حتى هو، الملحه نزيد شويه، وغادي نحركو هادشي كامل. الحشوه هاي كيف ما كتشوفوا طابت، انا شنو زدت فيها شويه تاع الهريسه، ولكن كتبقى اختياريه، بغيتو تزيدوها زيدوها، ما بغيتوش تزيدوها ماشي ضروريه. ومن بعد هذيك العجينه ديالي كانت خمرات، ودابا بديت كنسرح فيها، غنوريكم اشنو نديرو كيفاش نديرو ليها من بعد.
شفتو درتها مربعه هكا طويله وسرحتها كتجي رقيقه. غنبداو نقطعو دوائر بحال هاد الشكل بشي زلافه. انا استعملت هاد الزلافه فوالا ونكملو بهاد الطريقه حتى نكملو كلشي. دابا كيف ما شفتوا كنصاوب في غادا ندوزو للعمارة. هذا الشيء خلينا حتى برد. غادي ناخذ العمارة تاع الدجاج نحطوها هكا في الوسط بحال هذا الشكل. غنديروا غير شويه حيتاش باقي نزيدوا فوق منها الفرماج. هادي راه بزاف هاد العمارة اللي درت، يعني ما تحتاجوش هاد الكميه كامله. كما قلت لكم النص فيها غادا نخليه باش نعمر به حوايج اخرين. الوغ درنا كيف ما شفتوا هكا، من بعد نزيدوهم الفرماج من الفوق بحال هذا الشكل. الفرماج تقدروا حتى ديروا هذاك الغافي العادي ولا تقدروا ديروا حتى الموتزاريلا حتى هو كيجي زوين بحال هذا الشكل. وغادي نبقاو غادي نكملين. فوالا دابا غادي نشدو خب هكا نجمعو بحال هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. دابا كيف ما كملنا الكويرات غادي نصوبوهم نصوبو ليهم داك الشكل باش يجونا زوينين. غادي نحتاجو واحد الكاس بحال هاد الشكل هذا هكا تاع اتاي. غادي نوطاو به الوسط تاع الكره بحال هاد الشكل حتى تعود عندنا دواره في الوسط تاع الكره هكا. غنديرو لكاع الكوار هذاك الكوارات الكرات اللي عندنا بحال هكا. هذا شفتوا هذيك العجينه راه ما كتخرجش بزاف، هذاك الشيء علاش خاصكم تضبطوا المقادير اذا كنتوا عائله كبيره. هذه غير تاع جوج الناس. فوالا ها هو هذا الشيء صوبناه. دابا غادي نكملوا بالموس. دابا نقبطوا واحد الموس يكون ماضي بحال هذا الشكل وغادي نجيو للجناب ونديرو بحال هاد الشكل هكا. ما نحلوهمش بزاف غير شويه خمسة المرات. فوالا كيجيو بحال الوريضات من الوسط صافي. هذا الشكل اللي درنا عليهم البيض وزوقناهم بشويه تاع الغرين بافو ولا الشيه اللي عندكم. ودابا ندخلهم الفران يطيبوا. وهادو كيف ما شفتوا هذا الشكل النهائي كيجيو زوينين وفي المذاق كيجيو غزالين. هذاك العجينه اللي درنا رابعه هذيك تاع الفرص خرجت لي تقريبا واحد 9 الحبات متوسطين وكبار صغار ماشي كبار بزاف. هذاك الشيء علاش كنصحكم دوبلو الكميه ولا كنتو كثار. وكاول تجربه ديروا بداو برابعه تشوفوا كيفاش غيتصدق ليكم. نتمنى تجربوها حيت فريمون كتستحق. الكو ديالها زوين المذاق هائل. وبصحه وراحه ورمضان مبارك سعيد.